السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم سفارة الجزائر في أندونيسيا أو رقم السفارة الجزائرية في أندونيسيا. رقم التليفون هو 00-62-215-25-47-19. يبقى تاني، رقم سفارة الجزائر في أندونيسيا أو رقم السفارة الجزائرية في أندونيسيا 00-622-15-25-47-19. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا.